هو في الحقيقة مناسبتين جميلتين. المناسبة الأولى ذكرى 8 مارس اللي كتعرفوا بيننا ونساء العالم ونساء المغربيات ونساء السوسيات يحتفلن بالعيد ديالهم, عيد المرأة. بهذه المناسبة كنبغي أتمنى الصحة والعافية والتألق لجميع نساء العالم وجميع نساء المغربيات وبالخصوص نساء السوسيات وطالبات وموظفات وأساتذة أستاذات ديال جامعة بن زور. جامعة بن زور كتعرفوا بأنها جامعة كبيرة متنامية الأطراف, فيها أكثر من 152 ألف طالب, فيها 1780 أستاذ وأستاذة طالب وطالبة, وأيضا فيها 720 موظف وموظفة. الحمد لله التألق دائما يكون من نصيب الفتيات. احنا كجامعة المناسبة الثانية تستقبل في رئاسة الجامعة نستقبل ملكة جمال أمازيغ والوصفتين ديالها الأولى والثانية. من حسن الحظ بأن ملكة الجمال والوصفة الأولى هما طالبتين بجامعة بن زور بشعبة الاقتصاد. دائما أقول أنا ملكة الجمال عدة معايير يتم تحديدها لانتقاء ملكة ووصفتين ديالها. من بين المعايير هو النباهة وأيضا المستوى الثقافي. كنبغي ان شاء الله هاد خريجتي جامعه بن زور ملكه الجمال والوصفه الاولى ديالها يكونوا سفيرتين متالقتين لجامعه بن زور وللثقافه الامازيغيه اينما حللنا واينما ارتحلنا. فانا جد مسروره بهذا الحضور, فكما كنعرفوا بان المراه مسؤوله على توازن الاسره والمجتمع, فاحنا جد فخورين بهذا اليوم العالمي لعيد المراه. وبهذه المناسبه كنشكر العميد ديال الكليه جامعه ابن زور لتقديم ورود الموظفات للجامعه واعطاهم واحد القدره واحد تشجيع لاكمال المسيره النسويه ان شاء الله. غساد نلاح الجامعه ابن زهر تستقبل لميس الامازيغ ديال الوصيفه تنس كاع شرف انه اذن تستقبل حي الجامعه اللي تخرج د غساد ابتهنا حتم غارين كله حين حلنت العالم دي قايت الفرصه باش نساول في تمغار التمازيغ اللي تمثل ارغاز تمغارت حنا في الوقت ارتليح برا حي دوار ماشي غير ونساو الغرف تمغارين اللي خدمنين خصنا نساو حتى في تمغارت اللي لانح المناطق اللي كانين هامشه شويه اللي حكيت نتكا تمغار دركاز حنا في الوقت فقط. شكرا الله.